أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2677 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 62 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ وصول الفيروس إلى مصر. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي لتقصيره في أداء مهام عمله وتخليه عن مسؤولياته، وذلك بعد واقعة وفاة مريض سوداني داخل المستشفى في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة إنه فور وقوع الحادث تم تكليف رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بتشكيل لجنة عليا لفتح تحقيق عاجل في الواقعة. نشاهد الفيديو ونعود. ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي بكلمكم من مستشفى المطرية. أخويا محبوس هنا من الساعة 12 بالليل. أنا مشيت الفجر ومحدش سأل فينا نهائياً. تمام؟ جيت دلوقتي لقيتهم زي ما هم. وفي العبر اللي جنبي أنا هوريكم حالة وأنتوا تقولوا لي إيه رأيكم. وربنا يسامحني إن أنا بصوره بس عشان الناس تشوف اللي بيحصل في بلدنا. ده واحد. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ويصبر اهله ويجوا عشان من قبل الفجر بساعة اهو فضل لحد ما رجع دم ومات. تمام؟ ما حدش سأل فيه نهائيا. وفي برضه اتنين تاني هم معاه الراجل ده المريض ده فضل يلف بالليل على اي حد ما لقاش حد. ده يرضي مين؟ انا عايزه رد من المسؤولين حالا. ده يرضي مين؟ ده يرضي مين؟ دي مستشفى المفروض انها عزل اهو، المفروض انها عزل والمفروض ان في رعايه وان المفروض نظافه. الراجل ميت اهو، محدش تقل فيه. لا اله الا الله. نرحب عبر الهاتف من الخرطوم بسيد نصر الدين العماس الكاتب الصحفي. سيد نصر الدين، برحب بك. ما أصداء هذه الواقعة في السودان وفي وسائل الإعلام السودانية؟ مرحب بك ومرحب بجميع المشاهدين الأكارم. أهلا بك. أولا الرحمة للمتوفى سيد حامد، ونزع الله أن يرفع له الوباء والبلاء. وأعتقد أن هذه الحادثة هي امتداد طبيعي لاسترخاص الأرواح الذي يحدث في المنطقة بشكل عام. وفي بعض المستشفيات المصرية، أنا هنا أتحدث عن سائح علاجي ذهب إلى مصر يتلقى العلاج، إذا لم يتلقى الإكمال. الفيديو كان واضحا يكشف حال المستشفى الذي كان متواجدا فيه المتوفى. المستشفى كان واضحا أنه كان خاليا إلا من رائحة الموت. هنا في السودان تلقى الكثيرون بكثير من الأسى والحزن والحسرة وفاة هذا الرجل، وما يؤسف له أنه يعني وفاة خارج السودان معه مرافقة سيدة في ظروف صعبة جدا، في ظل جائحة تنهش في جميع العالم، في ظل خطوط جوية وأرضية مغلقة ومشاكل في التواصل، مشاكل في مالية، مشاكل في متعددة، تافي هذه الوفاة في ظل هذه الظروف. طيب، يعني السفارة السودانية أعلنت أنها تواصلت عن طريق الملحقية الطبية بوزارة الصحة المصرية وأعلنت أو أبلغتها باحتجاجها على ما حدث. هل وطبعا وزارة الصحة فتحت التحقيق بحسب ما حضرتك تابعت في هذه الواقعة، هل سيتم متابعة التحقيقات من جانب جهات سودانية إلى جانب الجهات المصرية؟ بالقطع، هناك جهات حقوقية سودانية ستتابع هذا الأمر، بالإضافة إلى السفارة التي هي معنية بالدرجة الأولى بحقوق المواطنين خارج السودان. السفارة السودانية في مصر تواصلت، وما حدث مؤكد أنه إهمال طبي واضح يرقى إلى درجة الجريمة. أنا لا أدري تكييف هذه المسألة في القوانين المصرية، ولكن هنا في السودان المادة 174 من القانون الجنائي السوداني تختص بهذا الإهمال الطبي ويرقى إلى درجة القتل غير العمد. طيب، مصر تحركت بسرعة من خلال وزارة الصحة، أقالت مدير المستشفى فتح التحقيق عاجل في الواقعة. هل هذه الإجراءات لقت صدى جيد لدى الحكومة السودانية، لدى الشارع السوداني أيضا؟ هو قطعا تحرك جيد، ولكن هذا التحرك أعتقد أنه ما كان له أن يكون لولا هذه الوفاة. من المؤكد أن هذه الوفاة لم تكن صدفة، من المؤكد هذا أن هذا الإهمال موجود
انا تابعت على كثير من ردود الافعال عبر منصات التواصل الاجتماعي للاخوه المصريين، وكانوا يتحدثون عن هذه المستشفى وكثير من المستشفيات الاخرى التعليميه في مصر انها تعاني من مشكلات كبيره جدا. ولولا هذه الوفاه لما تحركت الحكومه المصريه، ولما ما تم عزل المدير. واعتقد انه الحل الحقيقي في ايجاد حلول جذريه لمثل هذه المشكله. انا استغرب كيف ليستايح علاج اجنبي ان يتلقى العلاج في مستشفى تعليمي بمثل هذه الدرجه من التدني ومن الاهمال. تمام. يعني طبعا في نظر للموضوع لانه جزء من المشكله اللي بيعاني منها العالم كله. في النهايه في ضغوط كبيره على المستشفيات، في اعداد كبيره من المصابين. المصريين نفسهم برضو مش بيلاقوا، يعني هو مش تمييز، او بعض الناس طبعا بيقولوا على مواقع التواصل الاجتماعي انه مش تمييز لانه سوداني، بقدر ما هو بيحصل مع المصريين ايضا عندما يذهبون الى المستشفيات بحكم الجائحه وبحكم الضغط الكبير على المستشفيات. لا ابدا ابدا، هو لا يمكن ان يكون تمييز، هو اهمال يعني اصبح سائدا في دول المنطقه بشكل عام، وساد كثيرا بعد جائحه كورونا. هذه المشكلات توجد حتى في الخرطوم، توجد في اي عاصمه من عواصم الدنيا، توجد في جميع المستشفيات. ولكن الاختلاف هنا في ان هذا الرجل هو اجنبي في مستشفى، ذهب مستشفيا الى دوله اخرى. هو هذا الرجل ذهب في شهر ديسمبر الماضي الى بسبب مشاكل قلبيه، فلم تكن لهم مشاكل اخرى. وبالتالي هذه هي القضية الرئيسية، القضية الرئيسية بأن هذا الرجل لو كان موجودا وحدثت، قد تكون حدثت كثير من المشكلات، كثير من المغيرات في الخرطوم مثلا بسبب مشكلات صحية، بسبب قصور طبي ساهمت بشكل كبير جدا وجود جائحة كورونا. هذه مشكلة قد تكون عالمية حتى مستوى العالم الأول. طبعا. فهي قطعا أنا أؤكد لك أنها ليست تمييزا بصفته سودانيا، ولكن هذه قد تكون لها آثار سالبة على مستقبل سمعة المؤسسات المصرية العلاجية لدى السوداني. من المعروف أن مصر هي قبلة لعدد من السودانيين في موضوع العلاج، ومصر تعتمد بشكل كبير جدا على السياحة العلاجية، وبالتالي هذا الحدث يمكن أن يكون له آثار سالبة. صحيح. في انتظار طبعا نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه. بشكرك شكرا جزيلا من الخرطوم عبر الهاتف السيد نصر الدين لماس الكاتب الصحفي، أيضا معنا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور إسلام عنان مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة المستقبل. في البداية حابب أخذ من حضرتك تعليق برضو يا دكتور لو تحب على هذه الواقعة التي انتشرت، واقعة المواطن السوداني اللي توفي في المستشفى، والفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراءات وزارة الصحة في مواجهة هذه الواقعة. دكتور إسلام، طيب واضح ان فقدنا الاتصال بالدكتور اسلام عنان الى حين العوده الينا. هو مهم وجود دكتور اسلام ليحلل لنا هذه الطفره التي حدثت اليوم في يعني اعداد سواء الوفيات او الاصابات. نحن نتحدث عن قرابه 15 اصابه الى 17 اصابه وفاه، اكثر من المعدل الطبيعي اللي كان حاصل في الايام الماضيه. ايضا بنتحدث عن تقريبا 200 حاله فوق هذا المعدل، 150 حالة تقريبا. ما سبب هذه الزيادة؟ هل هي زيادة عدد المساحات تم أخذها مثلا فأسفرت عن الزيادة؟ هل لأن المنحنى الوبائي في مصر وصل إلى درجة أكبر مما كان عليه في الفترة المقبلة؟ إلى أي مدى هذا المنحنى سيستمر في الصعود؟ وما النقطة التي يمكن أن يتوقف أمامها؟ في أسئلة كتيرة الحقيقة مطروحة في الشارع، وبمجرد صدور البيان اليوم كان فيه تخوف من المصريين تجاه القادم. دكتور إسلام عاد إلينا، برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير لكل مشاهدين العرب. أهلا بك يا فندم. لو حضرتك حابب تعلق على موضوع المواطن السوداني اللي توفي في المستشفى وإجراءات وزارة الصحة مستشفى المطرية. أنا الصراحة ما تابعتش الحدث النهاردة. النهاردة كان كله اجتماعات للأسف مغلقة. بس ممكن اعلق عموما على المستشفيات. يعني هو اللي حصل باختصار يعني ان في مواطن سوداني توفي وفي مواطنه مصريه كانت رايحه في زياره بالصدفه، التقطت فيديو لوجوده متوفى على احد الاسره في اهمال كبير. وزيره الصحه خدت قرار باقاله مدير المستشفى وفتح تحقيق في الواقعه. هذا ما حدث باختصار. تمام. متهيألي هي الوضع يعني هياخد اجراءه القانوني. يعني
احنا للاسف عندنا ضغط في المستشفيات كبير. متهيألي احنا لو كل يوم بيبقى فيه 1000 اصابه، دي مشخصه، ال 1000 اصابه دي غالبا الاصابات اللي بتروح المستشفيات. فلغايه ما التحقيق يخلص احنا بنبقى محتاجين نعرف يعني، بس التحقيق ده هل ده نتيجه اهمال ولا نتيجه ان يعني اي اجراءات روتينيه اخرى. انت برضو يعني ما تقدرش تعرف في ظل عدد الدكاتره القليل جدا اللي موجود حاليا في مصر وعدد الاسره اللي موجوده. احنا عندنا المستشفى المطريه دي كمان بالذات كان فيها اصابات كبيره، عدد كبير من الاصابات لاعضاء في الطاقم الطبي مستشفى المطريه تحديدا. بالظبط، هو الملاحظ بس يعني ان حاليا، ودي حاجه احنا فعلا شايفينها، ان الشكاوي ابتدت تؤخذ بجديه اعلى يعني. ودي شفناها في كذا حاجه الفتره اللي فاتت، اخر اسبوعين، ان معظم الشكاوي ابتدت تتاخد للامام، ما عدا حاجه احنا محتاجين فعلا نحسنها الفتره دي وشايفين في تاخر فيها، موضوع الحجر المنزلي. يعني احنا ما عندناش اي منظومه لتسجيل الحجر المنزلي في مصر، ودي اللي ممكن تعمل نفس المشكله اللي احنا بنشوفها، والمشاكل بتاعت التكدس دي ممكن تحصل يعني بؤره جديده بسبب الحجر المنزلي. احنا ما عندناش عدد في كام واحد موجود في الحجر المنزلي قصاد الحالات المسجله ولا بتعلن كل يوم. فانا لو عندي 50,000 حاله في الحجر المنزلي ومش مؤيدين في السجل بتاع الوزاره، ومنهم حتى لو 150 مواطن بس حالته تفاقمت ومحتاج سرير رعايه مركزه، هيبقى في هجوم على المستشفيات وما فيش سراير. فلو عندنا منظومه يعني زي البلاد كلها بتعمل ايه، بتعمل تطبيق على الهاتف او بتعمل بيسموها تسجيل الكتروني ريجستري، ان الناس تسجل نفسها، بالتالي لو كل يوم حط درجه حراره، كل يوم حط تفاقم الحاله بتاعته وحصل فيها ايه، اقدر ان انا اقول ان انا غالبا عندي 3-4 عيانين الاسبوع ده هيحتاجوا السرير بعد يومين ثلاثه، سرير رعايه مركزه، فابقى عامل حسابي. ما يحصلش المشاكل، ما نستناش لغايه ما يبقى في مشكله بعد كده اقول انا حصل عندي مشكله ومحتاج ان انا افتح تحقيق، يبقى عندي حاجه استباقيه للمشاكل احلها ازاي. دي اشاره مهمه. اهم حاجه، اهم حاجه محتاجين الفتره دي بالذات، طالما ان احنا طبقنا حجر منزلي، ان احنا ناخد بالنا منها يعني. طبيعي. طيب خلينا ننتقل لاصابات والارقام عموما بتاعت اليوم، سواء الاصابات او الوفيات، في ارتفاع، في طفره في الارقام عن المعدل اللي كان سائد في الايام الماضيه. قراءة حضرتك لهذه الطفرة وأسبابها. تمام، احنا أول حاجة محتاجين بس نتأكد الحالات زيادتها أو نقصانها ده نتيجة مساحات أعلى ولا أقل. دي دايما المشكلة بتاعت الإصابات في مصر، احنا عندنا قصاد كل حالة مسجلة في حالات غير مسجلة. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي افترض إن غالبا هيبقى في حدود 5 حالات غير مسجلين قصاد كل حاجة مسجلة. بس في ظل إن احنا دايما بنخمن الرقم ده، هنفضل مش عارفين هل الزياده او النقصان او حتى التثبيت اليومي للارقام ده معناه ايه؟ يعني احنا ثابتين معدل الاسبوع نفسه ثابت ما بين 1200 ل 1400، ده المتوسط. الوفيات المتوسط بتاعها من 25 ل 40 اسبوعيا. يعني كل يوم المتوسط الاسبوع في حدود 35 ل 40 وده ثابت. لو احنا كان عندنا كل الحالات مسجله كنا قلنا خلاص احنا دلوقتي في مرحله التسطيح للمنحنى، تفضل كده لمده اسبوع او اسبوعين يعني على الاقصى، بعد كده تبتدي الارقام تقل. لكن في ظل ان احنا مش متاكدين، احنا مش عارفين بقى هل اصابها في 5 حالات غير مسجلين ولا ممكن يبقى اكتر. بس في الاخر احنا خلينا نقول السياسات الصحيه هتبقى واحده، يعني سواء احنا دلوقتي تصريح ولا احنا ناخد دايما السيناريو المتشائم. يعني دايما في الابيديميولوجي لو عندي سيناريوهين لازم ابني السياسه الصحيه بتاعتي على السيناريو المتشائم واعمل حسابي عليه. لو ما حصلش كويس مفيش مشكله، لكن لو حصل ابقى مستعد. احسن ما اقول انا وصلت لتصحيح المنحنى والحالات قليله وامشي على سيناريو متفائل وافوجئ بسيناريو متشائم وانا مش مستعد. ما المشكله ان السيناريو ما بيكونش مختص بالصحه بس او بالاجراءات الصحيه بس، ده بيكون مرتبط في حاله كورونا تحديدا باجراءات حكوميه كبيره واقتصاديه كبيره بتؤخذ بناء على الارقام وعلى معدل الاصابات. فلو المعدل ده مش مديني رقم قريب من الواقع، اكيد الاجراءات مش هتناسب مع الواقع. ده صحيح، هي اللي كلهم مرتبطين ببعض، يعني زي ما تفضلت كده، يعني السياسه الصحيه مع السياسه العامه الاثنين بينتج عنها اجراءات. فانا لو عندي السياسه الصحيه عرفت ان انا اعمل حصر او اعمل تقليل للاصابات الغير مشخصه، هعرف ان انا اخد سياسات عامه احسن، افتح المطارات امتى مثلا، افتح المدن الساحليه امتى. يعني مثلا فكره الاغلاق العكسي، ان انا اخد محافظه ما فيهاش اي اصابات واقفلها على نفسها وامنع الهجره الداخليه والسفر الداخلي جوه مصر، وبالتالي افتحها للسياحه الداخليه، بعد كده ممكن افتحها للسياحه الخارجيه بعد كده زي شرم الشيخ والغردقه مثلا. بس هل انا متاكد ان هي صفر اصابات؟ هي دي الفكره. لو انا عندي سياسه صحيه تخليني متاكد ان هي صفر اصابات، زي ما انت قلت بالظبط، هخليني متاكد ان انا اعمل سياسه عامه وافتح المطارات مثلا للمدن الساحليه.
لو اتكلمنا من شويه على فكره السجل الطبي الالكتروني للحجر المنزلي، محتاج ان انا اوسع قدره الرعايه الصحيه، ازود سراير رعايه مركزه، ازود الكفاءه بتاعه الاطباء، احل الكارثه بتاعه التمريض. احنا عندنا عدد تمريض قليل جدا في مصر. ابتدي احفز الدكاتره والعاملين في القطاع الطبي ان هم يشتغلوا، سواء تحفيز مادي او غير مادي، حتى مش لازم غير مادي، بس على الاقل احفزهم. الفتره دي فتره صعبه جدا، وهم ما بين شقين، شق ان هو لو ساب المستشفى الحكومي اللي ما بياخدش منها مرتب وراح اشتغل حاليا في اي مستشفى خاص او حتى عمل كشوفات منزليه، تقريبا ممكن في اليوم يكسب 6 7000 جنيه، قصاد ان هو مرتبه في الشهر 1000 جنيه. فمحتاج صحيح. تحفيز اللي يخليه يستحمل البهدله في المستشفيات الحكوميه، او يستحمل الشغل الكتير. اوقات الشفت بيقعد 24 ساعه، اوقات 72 ساعه. واحنا شايفين قصص بطوليه الحقيقه، افتكر ان الازمه دي يعني كل يوم في قصص بطوليه الاطباء، زي قصه النهارده الطبيب الشاب اللي تطوع بدلا من زميلته الحامل ودخل واصيب للاسف وتوفي اليوم. ففي دايما قصص وملاحم الحقيقه بيسجلها الاطباء في الفتره دي، وامكانيات قليله جدا وفي ظروف صعبه جدا. جدا جدا الصراحه، وده احنا عايزين نقول للناس كمان، يعني هم بيعملوا كده ومش مستنيين مقابل مادي. انا زي ما كنت بقول يعني هم لو عايزين مقابل مادي كانوا اشتغلوا كلهم في القطاع الخاص، هو ما عندهمش مشكله، ما فيش حد ماسكهم، ما فيش اجبار ان هو يشتغل في القطاع العام. معظم الاطباء اللي شغالين بسهوله يقدر يشتغل في القطاع الخاص، وهم اللي بيفضلوا يشتغلوا في القطاع العام. فحتى لو قلنا احنا هنزود لهم الحوافز، هنزود لهم مرتب جزء قليل، احنا وي ار ميسنج البوينت. احنا يعني النقطه مش نقطه ان هم هنزود لهم 10% مرتب او 20%، على قد ما هم يحسوا ان فعليا هم بيأدوا شغل قصاده في حافز معين حتى لو كان غير مادي. والحاجه الاخيره طبعا اللي بنقولها كل مره، الكمامات، حملات التوعيه. يعني انا لو المنحنى بيعلى او بيقل او اي حاجه، انا الحاجه الوحيده اللي تخليني اعرف اتحكم ان الاصابات تقل ان انا امنع الصله ما بين الشخص المصاب والشخص السليم، ما يعدوش. وحاليا ما فيش في ايدينا حاجه غير الكمامات. والفتره دي انا مش محتاج بقى، يعني حضراتكم بتعملوا توعيه في التلفزيون، الراديو نفس الكلام، السوشيال ميديا كويس جدا، بس مصر فيها تقريبا 50% يعني ناس ما بتعرفش تقرا وتكتب. صحيح. في ناس تحت خط الفقر، دول مش محتاجين حملات التوعيه دي، محتاجين حملات توعيه يعني وجها لوجه على الارض. العمده وشيخ البلد، الاماكن اللي فيها المثقفه الريفيه مثلا، تبتدي تروح وتتكلم مع الناس هو يعني ايه كورونا واحمي نفسي ازاي؟ لان احنا دلوقتي عندنا الاصابات كلها في القاهره الكبرى تقريبا 50% 60%. احنا لو قعدنا نعالج في المشكله بتاعت القاهره الكبرى ومش واخدين بالنا من الاماكن النائيه، ما اعرفش لو الموجه دي لو خلصت في القاهره ممكن يطلع لي موجه ثانيه انا مش واخد بالي منها تماما في المحافظات النائيه، لان انا ما كنتش مهتم بالتوعيه. خصوصا ان اليه التسجيل والتتبع والمراقبه فيها اكيد اقل من القاهره، في اطراف بعيده مش بتلقى نفس الرعايه. عشان كده اتمنى اهم حاجه ان الناس هي اللي تخلي بالها من نفسها، لان كل واحد لو بدا بنفسه خلاص المنحنى هيقل ان شاء الله وتتجاوز هذه الازمه على خير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنام، مدرس اقتصاد الصحه وعلم انتشار الاوبئه بكليه صيدله جامعه المستقبل. شكرا جزيلا.